السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الشباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهارده جايين مع بعض فيديو جديد، هو طريقة عمل تصميم زي اللي احنا شايفينها دي بالذكاء الاصطناعي ممتازة جدا. كل اللي علينا ان احنا نحتاج الوصف البحثي، ولو ممكن تلاقيه في التعليقات، ولو مش موجود في التعليقات علشان خاطر لو الوصف حجمه كبير هتلاقيه عندي على القناة في وصف الفيديو اللي عليه الصور دي يا شباب. نضغط تحديد بالشكل ده اهو يا شباب بالشكل ده، ونضغط نسخ بالطريقه دي، ونضغط تم، ونطلع بره كده بالشكل ده. ومن على جوجل يا شباب نبحث عن بينج، او ننزل برنامج او ابلكيشن بينج اللي هو بالايقونه بتاعته بالشكل ده وبالاسم ده اهو يا شباب. نضغط عليه، تظهر معانا الواجهه اللي احنا شايفينها قصادنا دي. هنلاقي معانا شريط اسود تحت مكتوب فيه الصفحه الرئيسيه والاخبار وعلامات التبويب والتطبيقات. هنضغط على اخر حاجه على الشمال واللي هي التطبيقات، ايقونه التطبيقات. تظهر معانا القائمه اللي احنا شايفينها قصادنا دي. هنضغط على العلامة البنفسجية واللي هي ايمج كريتور او صناعة الصور اللي هي بالشكل ده كده، وعلى علامة فرشاة هنضغط عليها بالشكل ده. تظهر معانا الواجهة اللي احنا شايفينها قصادنا دي. نكتب هنا كده في الصندوق ده لاسك بالشكل ده كده، وليكن انا كاتب يكون الشخص 25 سنة، يكون مصري، وتكون البنت يكون اسمها ميرا كمثال بالشكل ده. ونضغط انشاء يا شباب ونشوف النتائج معانا تكون عاملة ازاي. ظهرت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه قصادنا ده. نفتح الصور بتاعتنا بالطريقة دي، ولو عجبنا الصورة نفضل ضاغطين عليها، وبعد كده نضغط حفظ في الصور. بعد كده معانا الصورة دي نفضل ضاغطين عليها، بعد كده حفظ في الصور، بعد كده معانا الصورة دي حفظ في الصور بالشكل ده، ومعانا الصورة دي حفظ في الصور. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يعتبر كل عليك ان انت هتيجي تغير العمر هنا، او تغير العمر هنا من 25 تخليه 30 تخليه 20 ايا كان، والاسم طبعا بتاع الشخص اللي هو في المكان ده كده اهو لو اميرة ممكن تخليها اي اسم تاني. وبس كده منساش تعمل لايك وتتابعنا عشان يوصلك كل التصميمات الجديدة، وتخش على القناة عندي لو انت محتاج تصميمات اكتر. فيها اكتر من 350 تصميم، تقدر تختار اي تصميم منهم وتكتب الوصف البحث بتاعه في بنك وتظهر لك نتائج ممتازة جدا. وهي بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.